بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخوان، بدأت تطلع إشاعات وأخبار غير مدققة عن وفاة أخي. حتى هذه اللحظة لا نعلم إن كان حي أو ميت. هو مفقود، ولا يوجد أي مصدر رسمي أو موثوق صرح بهذا الكلام. أنا هنا بنفسي تارك أهلي وزوجتي ومالي وعملي للبحث عن أخي، فأرجو أن نتوقف عن جميع الأخبار الغير مدققة ونأخذها فقط من مصادرها الرسمية، حتى نبحث ونجد بحول الله تعالى كيف ما شاء الله أن تكون نهايته، خيرا أو خيرا، فخير فأمر الله كله خير. هو حيعيش حياة واحدة وحيموتها مرة واحدة. لا تقتلون أنه هو ألف مرة بحيث تطلع خبر في السوشيال ميديا وخبر من قنوات رسمية لا تستند إلى أخبار حقيقية. لا نعلم ما المصير، لكن أرجو الانتظار حتى. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.